المهم هذه مؤسسة ديال البرلمان، مؤسسة اللي عندها أدوار أساسية في كل دولة تحترم، فهمتي؟ ولهذا يعني الفرض ديال جواز التلقيح يعني جاء مفاجئ وتفرض على الولوج بالنسبة للمغاربة، الولوج لكل المؤسسات العمومية أو شبه عمومية أو الخاصة أو غيرها، وجاء بشكل مفاجئ وبدون نقاش، وجاء واحد القرار اللي كان فيه واحد النوع من اللبس، خصوصا وأنه هذه المرحلة كيطالبوا المغاربة باش يتلقاو فيها الجرعة الثالثة. حنا كحزب الشراكي موحد حنا ماشي ضد اللقاح في الاصل، ولكن ضد الحجب ديال المعلومه، وضد اننا نتلقحوا بلا ما نعرفوا يعني المسار ديال هذا التلقيح، لان الدوله وزاره الصحه هذه اللجان العلميه اللي عملت يعني خصها تعطينا المعلومه الكامله، خصوصا وان اليوم الكلام على التلقيح ديال القاصرين يعني طرح مشكل وطرح تخوف كبير وسط الشعب المغربي ووسط الاسر المغربيه. حنا كنطالبوا الدوله باش تعطينا يعني المعلومه الكافيه وتوضح هذه الملابسات، علما بان هذه راه ازمه عالميه ومرتبطه بواحد العدد ديال الامور. حنا ما تنصنعوش اي هاد اللقاحات اللي كدار اليوم. مثلا كاين واحد الدواء مهم جدا كيتستعمل في الهند، خصو يتستعمل كذلك في المغرب، لان هذا المرض كيتشافوا منه الناس. واليوم كنشوفوا واحد المجموعه من الاطباء فاتت 800 ممرضين كيطالبوا الدوله المغربيه بانها تلغي هذا العمل بالجواز ونبقاو في هذا الشيء ديال الطرق الاحترازيه وغيرها، وانها يبقى تلقيح اختياري ماشي تفرض اجباري، ويتمنع التلقيح ديال القاصرين والاطفال حتى نشوفوا هذه الامور فينا غاديه، حيت هذا الوباء هذا كيمكن تشافوا منه بالعقاقير وما بقاش ذاك الارتجال الاول اللي كانوا الناس ما عارفينش كيفاش الامور كتدوس. ولهذا حنا الولوج نشوفوا بعدا شنو كاين. انا عندي البي سي ار نيجاتيف، عندي البي سي ار. سمعنا بانه كاينه الترتيبات يعني اللي تيسير دخولكم للبرلمان. ما عرفناش، حنا كنشوفوا في الحقيقه هذا حق ديالي، ما عنديش انا حتى شي معلومه، يعني انه الحق في الولوج ديال اي برلماني برلمانيه البرلمان يعني خصو يكون مكفول والكل يجب ان يدافع عنه، وانه خصنا نشوفوا هذه الامور كي غادي تكون، وانتم راكم متابعين. الا كان شي جديد راك تكونوا انتم من الاولين مخبورين به. يلا شنو هو هذا؟ حنا راه غادي نوريكم بالفعل، ماشي المحكمه الدستوريه، ما شفتوش تصحيح البلاغ ديالنا الولوج الى المحكمه الاداريه ومحكمه النقد هذا القرار. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.